بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، أحباب، الدرس الثاني قسمة مضاعفات العشرة والمية والألف، صف الرابع الترم الثاني، مادة الرياضيات. استعد. حديقة ألعاب لها 5 مداخل، إذا دخل 1500 شخص تلك الحديقة عبر المداخل الخمسة بالتساوي، فكم شخصا دخل عبر كل مدخل؟ بإمكانك استعمال أنماط القسمة لتسهيل قسمة مضاعفات العدد. احنا هنعملها ازاي؟ نقول الالف وخمسمية، الف وخمسمية نقسمهم على كام؟ على 5 اشخاص. اول حاجة لما يأتيني مثال في الاصفار، خلي الاصفار على جنب، خلي الاصفار على ايه؟ على جنب. خلينا نقسم بس ال 15 وبعدين نروح للاصفار. لو قسمت 15 على 5، كل واحد ياخد كام؟ 3. ليه؟ لان 3 في 5 ب 15. احنا قلنا بنستخدم الانماط بتاعت الضرب علشان تسهل معانا. يبقى اذا 15 على 5 تساوي 3، لان 3 في 5 بكام؟ ب 15. وبعدين نحط الصفرين، يبقى هتساوي كام؟ 500. خلاص سهلة. وكذلك لو كانوا 3 أصفار، لو كانوا 0 و1، أول بقسم الأعداد الصحيحة وبعدين للصفر كما هو حتى نفهم ما حدث. في عندي مثلا هقسم 1505، خلاص عملناها. عندي هنقسم 24000 على 4، خلي ال3 أصفار دول على جنب، واقسم 24 على 4 تديك 6. ليه؟ لأن الأربعة في 6 ب 24. يبقى الطريقة الأولى أستعمل نمط الضرب، أشوف أضرب كام في 6 يعطينا 24 اللي هي 4. وبعدين بعد كده بتنقل الأصفار في الضرب، وكذلك في القسمة. تجيب الناتج اللي هو 24 على 4 يديني 6. وبعدين تحط الأصفار تنقلها، إذا كانوا صفر تنقله، صفرين تنقلهم، 3 أصفار تنقلهم. وفي حاجة تانية، استعمل حقائق القسمة اللي هي عندي 24 اقسمها على 4، يعني 24000 خلي الاصفار واقسم ال 24 على 4 تطلع فيها ايه؟ فيها 6. وبعدين انقل الاصفار بعد ذلك. اذا 24000 لو قسمتم على 4 يطلع 6000. ليه؟ لان كما قلنا ان ال 4 في 6000 بتعطيني 24000، هي القسمه بتفيدني في الضرب. انا عاوز اشوف ال 12 على 4. لو استعملنا حقيقه الضرب، 4 في كام تديني 12؟ 3. خلاص كده اتحلت. بعد كده هتعمل الثلاثه واللي قدامها الصفر، خلاص. وبعدين الثلاثه وقدامها صفرين، وثلاثه وقدامها ايه؟ ال3 اصفار. هلا ابطال. يبقى انا اول حاجه اشوف اضرب كام في 4 يديني 12. طيب هنا 6 في كام تديني 36؟ فيها 6. وبعدين نكتب الستة تاني بس قدامها صفر المرة دي، وستة تاني وقدامها صفرين، وستة وقدامها 3 أصفار. ننقل الأصفار كما هي. طب كام في 9 يديني 45؟ 5. الخمسة في 9 بكام؟ ب 45. يبقى إذا هنعمل الخمسة قدامها صفر، وبعدين خمسة قدامها صفرين، وخمسة وأمامها 3 أصفار. خلاص سهلة. أستعمل أنماط عندي الأربعة، أقسم الأربعة لاتنين، فيها كام؟ فيها الاتنين. وقدامي كام صفر؟ صفرين. وقدامنا صفرين بس، يبقى 2 في 2 ب 4، وعندي صفرين خلاص بننقله. طيب الأربعة في كام تديني 16؟ 4. وعندي كام صفر؟ صفرين بننقله. يبقى الأربعة في 4 ب 16 وصفرين ننقله. طب كام في 8 تديني 32؟ 4 وصفرين ننقله. يلا بسرعة عشان ما اطولش عليكم.
يلا. توضح المعلومات المجاورة تكلفة نزهة برية ليوم واحد. خطط 4 أصدقاء للقيام بنزهة برية ليوم واحد، فكم تكلفة النزهة لكل شخص؟ أول حاجة لازم نجمع هذه الأشياء. عندي كام؟ صفر وصفر وصفر هو الصفر، حط صفر. طيب عندك 5 وصفر و5، 10 صفر، ومعايا الواحد، حط كمان صفر. نمسح ده، حط صفر جنبه بشوية. طيب وحط واحد فوق الاتنين، فوق 3 و2 5 و3 8. إذا الناتج كام؟ 800. دول التكلفة. هنقسم بقى 800 على كام؟ على 4، على 4 أشخاص. خلي الأصفار على جنب، خلي الأصفار على جنب، وهيطلع الناتج كام؟ لو أنت قسمت 8 على 4، يعني تقسيم 4، يعني إحنا عارفين لما بضرب كام في 4 يديني 8؟ 2. أهي، ونحط الصفرين وخلصنا على كده. يبقى كل واحد يتكلف كام؟ 200 ريال. كل واحد يتكلف 200 ريالا. ما حقيقة القسمة الأساسية التي تساعدك على إيجاد 42 في 7؟ خلي الأصفار على جنب. أقول له إيه الحقيقة بتاعت القسمة ناو؟ إن هي أقول له 42 نقسمهم على كام؟ على 7. 42 على 7 هتساوي كام؟ هتساوي 6. هذه هي حقيقة القسمة في هذه المسألة. وبعدين الحقيقة اللي هي أول قاسم دي، إذا بنقل الصفرين بعد كده. بعد كده هنقسم إيه؟ الصفرين. إذا لو إحنا كتبنا بقى هنا أهو 2000 4200 قسمناهم على 7، إذا هنحط 6 بس قدامها صفرين. 6 قدامها ايه؟ صفرين. حلت الايه؟ المسألة. كمان انا ممكن اقول له برضه حاجة تانية نعملها بالضرب. اقول له 6 ضرب 7 هيساوي كام؟ 42. يبقى لقينا 6 في 7 ب 42. إذا لو احنا ضربنا 6 في ضربنا 7 في 2000 وفي 42 هتطلع الناتج بتاعنا اللي احنا اللي هو 4200. 7 في 42 ونحط قدامها الصفرين 7. امسح لكم دي، تمام كده اهو. يبقى الستة في 7 بكام؟ ب 42. طب احنا عندي ال 42 قدامها صفرين، اذا هنحط ننقل الصفرين. ستة في 700 تساوي 4200. نحط الضرب. دي الحقيقة المرتبطة بينهم وبين بعض. 6 في 7 ب 42، إذا 6 في 700 هتديني 4200. لما نقسم 4200 على 7 تديني 600. خلاص نمسح. المغرب. الله أكبر، الله أكبر. طيب نكمل.
انا الاثنين في كام ب 12؟ 2 في 6 يبقى احط 6 بقى، وده ما ايه؟ صفر. خلاص واحنا مغمضين. بعدين هنا 6 وقدامها صفرين، وهنا 6 وقدامها 3 اصفار، تمام. وهنا السبعة في كام تديني؟ 28. 4، يبقى هنحط الأربعة قدامها صفر، بعدين 4 وصفرين، بعدين 4 و3 اصفار، نقبل الاصفار كم ما هي؟ 9 في 8 ب 72. يبقى اذا هنحط الثمانية قدامها صفر، ثمانية قدامها صفرين، ثمانية قدامها 3 اصفار. سهلة ان شاء الله تكونوا فاهمين. اول حاجة لازم اعرف الرقم الاولاني، حوله الى ضرب، حول القسمة الى ايه؟ الى ضرب. مثلا هنا الثلاثة، هنا التسعة هقسمها على الثلاثة، يعني كم في ثلاثة بتسعة؟ ثلاثة، وعنده صفرين انقلهم وخلصنا على كده، لان الثلاثة في ثلاثة بتسعة وصفرين كما هم. السبعة في كم؟ ب 14، باثنين، وعنده صفرين انقلهم، يبقى خلصنا كده. الثمانية في ثمانية ب 64، وعنده صفرين انقلهم. هنا خمسة في تسعة ب 45، تسعة، وعندنا كم صفر؟ صح كده تاني دي؟ 3 اصفار. تسعة دي عندي 3 اصفار، احط تسعة قدامها 3 اصفار. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. 9 في 4، ال 4 في 9 ب 36، يبقى 4، وعندي 3 اصفار انقلهم زي ما هم. هنا ال 6 في 9 7 في، هنا كام؟ 6 في 9 ب 54، 6 في 9 وعندي صفرين انقلهم. خلاص يبقى انا بشوف انا بضرب في كام، خلي الاصفار على جنب، اشوف العدد الصحيح، هذا هو الحقيقه اللي احنا بنبني عليه، الاساس اللي بنبني عليه. فرصه دقيقه، لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعاء، وتوزعوا الرابط لزملائكم، أريد منكم الدعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم دائما. يلا نمسح دول. خلاص. يلا نكمل. للمغرب، هنا مسألة من واقع الحياة. بيقول لي تهاجر الطيور تبعا لعوامل عدة، المهم ايه المطلوب؟ شوف اول سؤال، هنا الغزال هياخد كام ساعة، والجراد بياخد كام ساعة، والسلاحف البحرية بتاخد، افترض ان السلحفاة البحر تقطع 7 كيلو متر يوميا، كم يوما تحتاج لاتمام هجرته؟ فين سلحفاة البحر؟ سلحفاة البحر اهي، نعمل لها نقسم على 7، 2100 اهو، اقول له كده من غير ما اعمل دي، خلينا نكتب عادي، نعمل عادي كده تقسيم 7 يساوي كام؟ عندي العدد ده كام اهو، خلي الاصفار على جنب، فكام؟ ف3، 7 في 3 ب 21، وبعدين نحط الايه؟ الصفرين. يبقى كم يوما تحتاج يا بتمشي 7 كيلو متر في، وعشان تقطع 2100 في كل يوم 7 كيلو هتحتاج لايه؟ 300. خلاص؟ 300 يوما. طيب اللي بعده، افترض ان الجراد يقطع 14 كيلو متر في الساعه، وهو بيطير 10 ساعات في اليوم، لازم نضربه.
اضرب دول في بعض، 14 10، يبقى كل يوم هيطير كام؟ 140. كل يوم هيطير كام؟ 140. وبعدين نقسم بقى ال 140 على اهو، نقسمها 100 4200 تقسيم 140. أول حاجة لما باجي أقسم وكيس فار في الناحيتين بشيل واحد قصاد واحد، لو اتنين أشيل الاتنين، هنا هنشيل الصفر ده وهنشيل الصفر ده، خلاص؟ أي مسألة بتقسم فيها تلاقيت هناك الناحية التانية صفر، شيل قصاد الصفر من هنا، مفيش خلاص تنقله. طيب دلوقتي بقى عندي 240 على 12، خلي الصفر على جنب، 240 على 12 فيها على ال 14 فيها الثلاثة. ليه؟ لما تضرب 3 في 4 ب 12، 2 ومعايا الواحد، و3 في 1 ب 3 ومعايا واحد، تبقى كام؟ 4. والصفر تنقله زي ما هو، يبقى هتاخد كام؟ هتحتاج 30 يوم. 30 يوما. خلاص برضو هكتب له هنا يوما. خلاص عملناها كده عشان نلحق بسرعة على المسألة الأخيرة. يبقى تقول له الأول تضرب 14 كيلو في الساعة وبيطير 10 ساعات، يعني 140، ها 40 كيلو في اليوم، تقسمهم على بعض يطلع 30 يوم علشان يتم الهجرة بتاعته. تعالى نشوف آخر. يحتاج الغزال 8 شهور لإتمام هجرته. هنقسم 8، فين الغزال؟ 4000 على 8. هنقسم كام؟ 4000 اهي، 4000 او خليها كده 4000 على 8، شيل دي ونقسم اهو 4000، هنقسمها على 8 يساوي كام؟ كام في 8 يدينا 40، لان ما ينفعش الاربعه تتقسم على 8، لازم ال 40 على 8 فيها الخمس وعندي صفرين، يبقى تاخد 500. خلاص الثلاث اصفار دول شلت منهم صفر اللي هو بتاع ال 40. ليه؟ لان الخمسه في 8 ب 40. خلاص يبقى عندي باقي صفرين بس اللي هم معايا، يبقى كام كيلو متر؟ اقول له 500 كيلو متر. اقول له 500 ايه؟ كيلو متر. كيلو متر. ميت كيلو متر. امسح. آخر حاجة اللي هي صفحة مراجعة الاختبار دي، هناخد بس دقيقة. آخر حاجة مسائل مهارات التفكير العليا، الحس العددي بدون إجراء عملية القسمة. لو احنا حبينا نقسم من الأكبر في دول، من الأكبر إيه؟ أقول له دهي دهي. ليه؟ فسر إجابتك. أقول له لأن 15 على 3، 15 على 3 فيها الخمس وبعدين أحط الصفرين، لكن 24 على 6 فيها الأربعة وبعدين أحط الصفرين. خلاص يبقى ده الناتج بتاع دي ودي الناتج بتاع دي. اذا 500 اكبر، اقول له 500 اكبر من 400، بس كده. كيف تعرف ان ناتج قسمك يتكون من ثلاث ارقام؟ اللي عرفني ان هو بيتكون من ثلاث ارقام لان انا عندي صفرين، صح؟ لان عندنا صفرين او لان عندنا صفرين بالإضافة لتقسيم 6 على 2. إذن الناتج سيكون 3
أرقام. ما هو؟ 300. لأن الاتنين في تلاتة بستة. بس كده. كده ده آخر حاجة معانا، وأنا تدريب على الاختبار ده هنعمله في فيديو لوحده مع اللي تحته. لا تنسوا اللايك والاشتراك والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.